مثلا واحدة كلفتني إني أشتري لها حاجة، مثلا أنا بجيب حاجات بس هي بتطلب مني الحاجة، مثلا قالت لي عايزة ترنج مثلا وأنا بروح أجيبه لها، وطبعا بديه لها مثلا بزيادة في الفلوس شوية، اللي هو فلوس تعبي ومواصلاتي والزنادقة أخبريها بذا أخبريها مفروض على أجزاء. لا عفوا أخبريها بذلك، قولي لها أنت كلفتيني اشتريت لك السلع ب10 قروش ومواصلاتي وتعبي وربحي 5 فهو ب15. وضحي الكلام. تمام، يعني لازم أوضح الكلام، لكن لو طبعا أنا ما وضحتش حرامية هي حرامية. برضو عندها خلفية، لا أمال أنا هجيب لها ليه؟ وضحي الكلام. إذا كنت مطمئنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كنت جريئة قولي له. مع السلامة.